السيدات والسادة، أننا نحتفل اليوم بهذه المناسبة العزيزة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، فأننا بذلك نجدد عهد الأخوة بين البلدين، كما نؤكد على حرص المملكة وتطلعها دائماً إلى تعزيز علاقاتها مع الجزائر التي يشهد التاريخ بقوتها ورسوخها، والتي ما لبثت أن تعززت بعد استقلال الجزائر لتبدأ مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون الدبلوماسي على مختلف الأصعدة. ولطالما تكررت مواقف الدعم المتبادل بين المملكة والجزائر في المنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخر محطاتها دعم المملكة للجزائر الشقيقة في استلام مقعد ضمن الدول غير الداعمة في مجلس الأمن، فيما دعمت الجزائر المملكة في ترشحها لاستضافة معرض إكسبو 2030. هذا بالإضافة إلى التنسيق عالي المستوى بين البلدين الشقيقين في منظمة أوبك، والدور الكبير الذي تلعبه البلدان في تحقيق الاستقرار والتوازن في إمدادات الطاقة العالمية.